يعطيك العافية زهير. الله يعافيك، أهلا وسهلا. آخ آخ، شو تعبت اليوم يا أم زهير؟ افتصت هلكت هلكان، لقوا فوق منا حر وشموس وقلة فلوس ومعاشرة تيوس. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. حطلك تاكل ولا لسه بكير؟ لا شكرا، مالي جوعان، أكلت بالسوق سندويشتين فلافل وعم يعزبوني بالهضم. الله وكيلك، نزلوا فوق معتي مثل صبة البلوك. يخرب بيت الفلافل شو طيبة وسئيلة. لكن قوم غسل وغير أواعيك وارتح لك شوي. هلأ بقوم، بلشنا بالملاحظات، خليني ألقط نفس بالأول. شو عم تساوي أنت؟ شوفي بقلب الصينية؟ عم ناقي شوية برغل لأني ناوية بكرة أعمل لي لقمة مجدرة. يعني في قدامي صبة باطون تانية. ماشي الحال، الحمد والشكر لك يا رب على كل حال. والله زغت عيوني، رح تطلع روحي من هالشغلة. لك أنا مزهير، الكبر عبر، شو مفكري حالك صبية؟ معلوم صبية ونص، بس أنا لازمني كزلو. تعرف لو حاطة كزلو كنت نقيت كل هالبرغلات بنص ساعة. دخيلك، شو بتحبي البهنكة والبحترة؟ هلأ صار الكزلوك بهنكة وبحترة؟ ايه طبعاً، نحن يا أم زهير حق اللقمة يا دوب عم ندبرها، بقى شلون بدنا ندفع حق كزلوك؟ شو وين الأولاد؟ راحوا مع أختي نظمية. خير إن شاء الله، شو أخدوا اللي عند نظمية؟ أبو زهير، شو نسيت؟ اليوم عيد ميلاد بنتها سارة. لوك 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 لوك، الله يصلحك ويهديكي على هالفصل يا أم زهير. يوه أنو فصل؟ يعني كان ضروري تبعتي الأولاد لعند نظمية. خطي خليهم ينبسطوا شوي بالحفلة وياكلوا أكلات طيبة. ما اختلفنا، بس يا أم زهير مو لازم نفتح عيونهم على هيك شغلات، لك بكرة بيتفسدوا وبيصير بدهم عياد ميلاد وحفلات وقوالب جاتو وشمع مثل أولاد خالتهم. فظاعة أنت التاني، شلون بتحسبها؟ والله ما خطر على بالي هالشي. معلوم بدي أحسبها، يعني مالك شايفة كيف حالتنا صايرة بالويل وما عم نلاقي لقمة يومنا؟ ماشي الحال، الأمل بالله عز وجل. أمي أمي افتحي لنا هالتلفزيون حتى نفرفش قلبنا بشي غنية. أمي يا الله. على أنو محطة حط لك؟ لك والتانية، ليش بتجي عنا غير هالمحطة؟ لك بعدي بعدي هيك عن التلفزيون أشوف شو طالع. ليش فيك العادة بتشعل التلفزيون وبتوقفي قدامه متخيمة شباط؟ أو ظني حالك شفافة كتير؟ هاي بعدنا يا اعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم ببرنامج شلفها شلف ورباح الالف، في عنا جوائز قيمه كثير للجمهور الحبيب اللي عم يتابعنا بالبيوت، والجائزه الاولى هي عباره عن مبلغ 25000 ليره. شو 25000 ليره؟ وطبعا هالجائزه رح تكون من نصيب اول شخص بيوصل لعنا على الاستديو، بس على شرط انه يكون من مواليد هذا اليوم بالذات. رح اعيد مره ثانيه، اول شخص بيوصل لعنا على الاستديو من مواليد 20/8 بنقول له هابي بيرثدي تو يو، بنناوله 25000 ليره هديه رمزيه من البرنامج. نبقى مع الفاصل ومن ثم نعود، فابقوا معنا. والله المبلغ محرز يا ام زهير، يعني 25000 ليره مو قليل منوب. ايه نيالي اللي بيطلع هالمبلغ من نصيبه. اي والله نياله حيجرخ ويرخ ولا على باله. لك ابو زهير، مو انت وساره بنت اختي مواليدكم بنفس اليوم؟ اه شو بنا انا وخساره، انا وساره بنت اختي. اي والله مزبوط، اليوم عيد ميلادها لساره، لكن ليش انا بعت الاولاد لعندها؟ اي وشو فيها، واذا بعتي الاولاد يعني؟ يعني اليوم عيد ميلادك انت كمان، يعني انت من مواليد هذا اليوم، يعني من مواليد 20/8. شو هالحكي؟ بربك عم تحكي صدق؟ لك هو فينا اتاكد من الهويه بالغرفه الثانيه. يلا ام زهير، يا ام زهير، ام زهير. لك صحيح انا مواليد 20/8. لك 20/8 يا ام زهير. يا سلام فرست، يلا طوفني مشان تلحق الكود بسرعه. لك شو انا لساتك واقف؟ دوم ديركم على التلفزيون لوين؟ بس شلون بدي اروح على التلفزيون؟ التلفزيون بعيد كثير وما بلحق اروح مشي. لك يلا بلاها هلا. لك شو بلاها انت الثاني؟ يلا الله بعدي اسمه بعت لك ليمه لنص امك ولسه بتقول لي بلاها وبوشك لعند ابو وضاح جار مسعير من عنده شيطان. لك اسكت يلا. ايه واذا ما بضيع يعيرني؟ لك يلا لا تضيع وقت بوز ايدك، خلصني بعد فور لي دمي، خلصني 25000 خلص. طيب طيب رايح رايح ولا يهمك. 25000 خلص، ماني مصدقه ماني مصدقه. شو هالحكي يا ابو زهير؟ هلا انت بدك تطلع بالتلفزيون؟
ايه بدي اطلع بقى يجي برك ربي تعيرني هالطعم الزيتي اللي عندك. هلا فهمني بالاول، ليش دوني طالعوك بالتلفزيون؟ ليكون برنامج مع العتالي بده يعمل معك لقاء. هلا برنامج مع العتالي رح يترك عتالة البلد كلياتها ويلحقني الي؟ لكان شو القصة فهمني؟ لك يا اخي القصة وما فيها انه اول واحد من مواليد 20/8 بيوصل على التلفزيون بياخذ 25000 ليرة. لعم وليش لا يعطوه 25000 ليرة؟ شو عمي؟ لك برنامج مسابقات هاد عجل مشان الله. ايوه هلا فهمت، يعني انت من مواليد 20/8؟ بالضبط، مالك شايفني قديش ملهوج؟ والله نقشت معك يا ابو زهير. لك هلا خلصني ابو وضاح، يستر عرضك، الوقت عم يضيع من بين ايدينا، بدك تعير الطعم ولا لا؟ ولو تكرم عينك بعيرك يا، بس لحظه واحده لشوف مواليدي، بلكي انا الثاني طلعت من مواليد 20/8، ساعتها انا ابدا منك بالطعم. شوف بسرعه وخلصني مشان الله بلا ما يصغى. حاضر. يخرب بيت الحظ، العمى شو حظي معتها، يعني لولا شوي كنت ربحت 25000 ورقة مثلك فرشكل. ليش هو مواليدك انت؟ 10/5، يعني فرقت 3 شهور و10 ايام، شايف على الحظ. بسيطة ابو وضاح، خيرة بغيرها، خلصني هلا ببوس ايدك، شو قلت مشان الطعم؟ ولا يهمك، رح اعيرك الطعم، بس لا تنسانا من الحلوان ها. لا ولا يهمك، وقلك علي اول ما اقبض جيب لك صدر كنافة نابلسية. تكرم عينا، تفضل سيدي تفضل. شو رأيك؟ منيحة؟ ايه ممتاز، يلا روح. بس حاسس كأنه صغير علي شوي. لا ماشي حاله، يلا ركض بسرعة، يلا 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 رح اركض. ابو زهير خد تاكسي لفة هيصة، لحق حالك. يا اخي ليش هيك واقف بنص الطريق؟ كنت روحتك لولا لطف الله، لانه شوفاتي على قدها. بسيطه حصل خير، امشي بسرعه. من اولها لا تشترط علي، الله يرضى عليك، انا بمشي امتى ما بدي ووقف امتى ما بدي وين ما بدي. لك اخي ماشي الحال، المهم امشي هلا خلصني دخيلك. ما بحسن بمشي. لنتفق بالاول. لا حول ولا قوه الا بالله، على شو بدنا نتفق يا اخي؟ اللي لوين مشوارك؟ هات لشوف. على التلفزيون. تلفزيون؟ ايه؟ عداد ونص لكان. ماشي الحال، بس تهون خلصني يستر عرضك. دخيل عينك ابو الشباب، اسرع لك شوي، ليش ماشي على بيض؟ لعب الشوم منك يا اخ، والله ما بقدر اسرع اكثر من هيك. ليش بقى؟ صحن الدبرياج عطلان معي، وهيل السيارة مقطوع مثل ما لك شايف. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من بين كل سيارات التاكسي بالبلد الله ما جمعني إلا بهالسيارة المهرتكة؟ أمنت فيك يا ربي. لا تقول مهرتكة، الله يرضى عليك، حسن أنفاسك، لأنه السيارة هي اللي مو عاجبتك رحت فيها على راس البسيط ورجعت وأنا مروي ومكيف فيها كتير. دفعوا لي فيها مبارح 450000 ليرة وما بعد. هلأ هي حقق 450000؟ إيه. وين عايش أنت حبيبي وين عايش؟ والله سوق السيارات صار مثل سوق البورصة تبع نيويورك. ليش صفيت السيارة على اليمين؟ لنشوف هالأخ وين رايح، طيب الشمس واقف. صبرون جميل وبالله المستعان. اللي وين طريقك أخي؟ رايع تجارة معلم. نحن رايحين على ساحة الأمويين، بوصل الأخ على التلفزيون بعدين بوصلك وين ما بدك. تكرم اطلع. لا معلش تيسر. مصطفي هاي دقني إذا حدا بيوقف لك، خليك بهشموس خاطرك. خير شو صار؟ ايش بتعرفني؟
انفرط هذا سحر الدبريات على الاخير. ايه شو يعني؟ يعني ما عادت تمشي تبسمت في ارضها، روح دبر حالك يا اخي مشي سيارة ثانية. لا حول ولا قوة الا بالله. دعمي وين رايح؟ نعم. ما بدك تدفع لنا؟ العداد مسجل 40 ليرة، يعني طلع عليك 60 ليرة، اسمح لي. تفضل اخي تفضل. قسما بالله لو ما كنت مستعجل، لكن المشكلة اني مالي فاضي اخذ واعطي معك، تفضل اخي. مهونة. مع السلامة. سكر الباب إذا سمحت. يعطيك العافية. أهلي الله يعافيك. ليش مغير خطك؟ الله وكيلك نازل تصليح. إذا نازل تصليح ليش مطلع معك ركاب لكان؟ كلهم كم راكب لقيناهم على الطريق، لحالي بنزلهم معي خطاي. نزل ركابك وهات وراءك والحقني لكان. شرفوا انزلوا يا شباب. لوين بدنا ننزل؟ حجزوا لنا السيارة سيدي، شرفوا. يا إله العالمين صبرني على بلواي ولا تفقع لي مرارتي قبل بوقت دخيلك، دخيلك يا ربي. زين خلصنا خلينا ننزل. قوموا. أهلين الله يعافيك. على التلفزيون لو سمحت، بس بسرعة خلي لي إياك. تكرم عينك. حضرتك مو مذيع بالتلفزيون؟ إيه مذيع، وعندي طلعة على الهواء هلا. عبقول الوش مو غريب علي؟ لك مو أنت اللي بتقدم برنامج مع الكادحين؟ أيوة أنا بذاته، بسرعة خلي لي إياك. اسمح لي لك استاذ انه هالبرنامج مو كل قد، يعني لا تؤاخذني، معدت كثير وما حبيت لك يا ابدا. ونحن هيك حاسين، مشان هيك رح نغيره كله. شو رح تسوي غيره؟ عندي برنامج جديد اسمه مع الشوفيرية. يقبرني ربك، هذا البرنامج بينشاف، بس الله يجبرك لا تنساني. بشو ما بدي انساك؟ من المقابلة، يعني سوي معي مقابلة بالتلفزيون، انا شب عجبك كثير، بحكي كتير لساني ما بفوت لحلقي. تكرم عينك، ما عمل جهدي. يا اصبح لحظة لسجل لك رقمي. معلش ابو شباب، بعدين بتسجله، خلينا نوصل هلا. ثواني ما راح اخرك. ليش وقفت هون؟ راح نمشي، بس وقفت عشان اخذ رقم تليفون الاستاذ، ما عرفته؟ الاستاذ مذيع بالتلفزيون تبع الكادحين. مذيع ولا كادح انا ما دخلني، الوقفه هون ممنوعه، بتعرق السير. هات وراء. لك رح نمشي يا روحي، رح نمشي، انا اللي وقفته الحق علي، زرع بدقنا هالمره. عميل معروف ما حدا بيحكي معك، لو سمحت اعطيني وراءك. طيب شو عملنا؟ اعطيني وراءك ولا تاخذ وتعطي معي. لا سيدي ما رح اعطيك ورائي. انزل من السياره خلينا نتفاهم لكان. ايه على راسي. وين نزلت من السياره؟ على شو بدنا نتفاهم؟ انت مخالف. طول بالك شوي. اعطيني وراك. لا حول ولا قوة الا بالك، فهمك بس فيا. هات وراك. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. وين يا استاذ؟ لك يا استاذ؟ اعطيني وراك. لك طول بالك، راحت علينا الرزقة شباب. هات وراك. حاضر. وين يا استاذ؟ لجوا مشان المسابقة. انا المسابقة؟ هلأ من شي ساعة قالوا إنه أول واحد من مواليد 2008 بيوصل على التلفزيون بيقبض 25,000 ليرة. فهمت عليك، قصدك برنامج شلف الشلف وخد ألف. أيوة هذا هو. إيه أهلا وسهلا، ممكن هوية بالله؟ إيه على عيني وراسي ولو. وين ضاعت هوية؟ وين راحت هوية؟ ضيعت هوية؟ لا بس أكيد نسيانا بالبيت، يعني ما بقدر أدخل بالهوية. بلا من دخلك ما في مشكلة، بس ما رح تستفيد شيء. يعني شلون بدك تثبت انك من مواليد 2008 وما معك هوية؟ بعدين في ثلاثة فاتوا قبل منك واكيد ما رح تلحق.
استاذ. الله يبارك فيك. المعلوم استاذي كله 25000 ليره. سيف قوي حالك. يخرب بيت حظي، يخرب بيته وبيت بيته. لو كان عندي سيارة مثل هي أكيد كنت وصلت قبله وما كنت التهجت هاللهجة ونسيت الهوية. أهلين وسهلين أبو الضاع. أهلين أهلين. دخيلك دخيلك، رجع لي الطعم اللي عرضتك يا من يومين. دخيل عينك. ولا يهمك ولا يهمك، ان شاء الله اليوم المساء بودي لك يا علي. لا لا شو المساء، اليوم بدي اياه يطلع التلفزيون. ليش؟ غير شوفي من شوي قالوا بالتلفزيون ان اول واحد بيوصل لعندهم ومعه فرنك قديم بيربع 10000 ليره. اها مشان هيك الحاره قايمه قاعده. لكن عمي كله بده يلحق حاله. ودخلك هدول كلياتهم معهم فرنكات قديمه؟ لا ما معهم. لكن شو السمان اللي براس الحاره عم يبيع الفرنك ب 200 ليره. شو الحكي؟ لكن لروح دبر حالي بشي فرنك قبل ما يخلصوا. لا عم أبو زهير، لحظة لحظة.